محمد مبارك عتيبي من دولة الكويت، العمر 24 سنة. نفعني المشاركة نجاح البرنامج على مدار التسع مواسم السابقة. حلمي حلم أي شاعر غيرك شاعر الملك. تتغزل الروح برض الله من أربع جهات، وحس كل المدن مستشرفة في يدي، ترفض بلاد الحنين وتقتل الهدهدات، ريح تمر بضلوع الصوت قبل تسدي، كم رتلتني على المحراب صمت الأنات، وقسمت بن الدقايق كلها موعدي، زفرات مترنحة بين الوجع والشتات، خلتني أتوه من نفسي ومن مرقدي، لميت بعضي وسيلت المدامع فرات على جبين الطموح وحرفك الأبجدي. عندك بخال شاعر جميل، تفضل قول رأي شو على شو بدكم، شو أجمل من هيك؟ لا والله قصة نص رائع. جميل جميل، مبدع والله. مع محمد أول مرة تشارك ويانا؟ لا والله ثالث مرة، أول مرة الموسم الثامن، وصلت 108. ما شاء الله، أنا الذاكرة عندي ترى خربانة. إيه ما تقدر تقول. الله يرحم والديك. بس السلك كم رتلتني؟ تلميذكم يا أبو خالد. الله يحفظك. كم رتلتني على المحراب صمت الأنات، وقسمت بن الدقايق كلها موعد. شنو الأنات؟ الأنات أنا ما والله يا السؤال عندي برضو. والسؤال عندي كذلك. نفس الشيء. ها؟ نفس الشيء. الأنا. شنو الأنات؟ جمع الأنا، كلمة أنا. أها. كلمة أنا جمعها الأنات. والله أنا أشوف أنا شاذ في القصيدة الجميلة هذه. ولا أنت شاعر مميز جميل. الله يرحم والديك يا أبو خالد. حرام تسوق مثل هذا. شهادة فخر وسام. طب وشو موضعها في المعنى بالله بهذا المعنى؟ بهذا المعنى إيش موضعها في البيت؟ ممكن تفهمني؟ يعني أكثر من حالة. أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. هو صمت. إيه. يعني هو يقول. وصمت الأنات يعني كم رتلتني على المحراب صمت الأنات، كم محراب الحنين الشوق وما شابه. إن السكوت بحد ذاته هو اللي بيرتلني تعابير الوجه. أنا أجيزك بتميز يا محمد. الله يرحم والديك. أنا كذلك أعجبتني القصيدة، فيها كثير الحقيقة إشراقات شعرية جميلة ومبتكرة، يعني في أشياء كثيرة أول مرة بنشوف تركيب الصورة على هذه الطريقة، جزئيات الصورة، تفاعل الصورة بأجزائها بعضها مع بعض، كل شيء جميل، ولذلك أنا أجيز كذلك بتميز. الله يرحم والديك دكتور. نتعلم محمد مني. أشوف أن القصيدة فيها جمال شعري على مستوى عالي جدا. أنا أجيز القصيدة وأشيد بشاعريتك في عدد غير قليل من الأبيات، وبذلك تأخذ الإجازة بالإجماع وتنتقل للمرحلة التالية.